السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد معي في القناة تيبو بلانيت. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، غادي نحضروا مجموعين داناب بليتر واحد ديال الحليب، غادي نخرجوا تقريبا 4 لتر ديال داناب. كيجي رائع كما كتشوفوا القوام ديالو على الشاشة، كيبان زوين. و اذا كنتم مازال ما شاركتوش في القناة ما تنسوش تضغطوا على الزر الاحمر سابوني سبسكرايب او اشتراك، تفعلوا الجرس باش تبقاو ديما توصلوا بالجديد، وتلاقيو الفيديو الى عجبكم. وندوزو للمقادير وطريقه التحضير. المقادير مكتوبه دائما كنخليها لكم في اخر الفيديو. اذا بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو، فعندي لتر ديال الحليب، غادي نحتاج معاه كاس ديال السنيده، جوج كيسان الا ربع من الحليب المجفف، جوج ديال الساشي ديال السكر فانيليا، وغادي نحتاجو جوج علب من الياغورت باي نكهه كتفضلوا. انا درت النكهه ديال الفاني. اذا هنا غادي نحتاجو معاه لتر ديال الماء عادي ولتر ديال الماء اللي غيكون سخون يعني طيب، انا راه ديجا دايره كيغلى. هنا غادي نخلطوا العناصر كامله في المولينكس، يعني الحليب السكر الحليب المجفف الياغورت والسكر فاني، نخدمو مزيان في المولينكس ونكمل معكم باقي التحضيرات. قبل الا كنتو بغيتو هاد الداناب يجيكم تقل، غادي ديرو غير نصف لتر ديال الماء العادي ولتر ديال الماء اللي غيكون طايب. كنتو بغيتو يجي خفيف شويه، غادي تستعملوا هاد المقادير اللي استعملت انا. من بعد ما طحنت العناصر كامله، فكيف ما كتلاحظوا انا درتها في كوكوط، حتى هاد الداناب غادي نخليوه يختمر لينا او يروب لينا في الكوكوط. فدابا غادي نضيف عليه لتر ديال الماء عادي ولتر ديال الماء اللي غيكون طايب. وكنعاود ناكد عليكم، الا بغيتوا يجي داناب ثقيل شويه، حتى هذا كيجي ما كيجيش ثقيل بزاف وما كيجيش داك الخفيف بحال الماء، يعني كيجي بينو بين. ولكن الا كنتو بغيتوه اثقل اكثر، غادي تنقصوا نصف لتر ديال الماء عادي، يعني غادي ديرو نصف لتر في اترو ديال الماء اللي غيكون طايب. صافي، هادو هما اللي كاينين. دابا كما كتشوفوا راني زدت الماء العادي، وغادي نزيد لتر ديال الماء اللي غيكون طايب، ونحرك العناصر كامله مزيان، وغادي نسد الكوكوط، وغادي ندير الصفاره. يعني كنأكد ضروري تكون صفاره باش بحال هكا ما يدخلش الهواء، يعني يبقى داكشي مزموط. صافي، وغادي نخليه تقريبا ليله كامله، يعني اما ديروه في الليل وفي الصباح غيكون واجد، اولا تحضروه في الصباح وفي الليل. في الليل يقدر يكون واجد. اذا هنا كما كتشوفوا ضروري نحركوا العناصر مزيان باش يندمجوا لينا مع بعضياتهم، وغادي نغلق مزيان كما قلت لكم، وندير الصباره نكمدوا في واحد المنطار اللي مانتا او لا فوطه، اي حاجه تكون متوفره عندكم. صافي، وغادي نخليه الليله كامله، ونتلاقاو غدا ان شاء الله. بعد ما دازت ليله كامله، فانا غادي نحل معكم الداناب ديالنا. هنا غيكون بحال شكل ديال الرايب،
عاد غادي نحركوه ونحصلوا على دانا. بقوا معايا باش نشوفوا الطريقه. كما لاحظتوا الشكل ديالو كيفاش كيولي، كيف ما قلت لكم بحال الرايب. فغادي نحركو، غادي نوضعو في واحد البوديزا او القراعي على حسب اللي متوفر عندكم. فانا درتو في بوديزا باش غادي نحركو مزيان وتشوفوني شحال غادي يجي. ما حتاج الكميه تبارك الله، كيخرج كميه كبيره، فغينفعكم في الفطور في السحور. كيف ما تقدروا تخليوه هكا طبيعي، كيف ما تقدروا تزيدوا عليه طحنوه مع الفخاز الا بغيتو يجيكم بنكهه ديال الفخاز، يعني تقدروا تستعملوه عده استعمالات. هذا هو الشكل النهائي ديال دانب ديالنا. نتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. اما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، بلي كومونتير، بالاشتراك في القناه الا كنتم مازال ما شاركتوش فيها، باش تبقاو ديما توصلوا بالجديد ديال الوصفات. فكنبارطاجي معكم جميع الوصفات اللي كنديرهم في الدار وكيكونوا ناجحين معايا، فانا كنبارطاجيهم معكم. نتمنى انكم تشجعوني باش نزيد نعطيك اكثر واكثر. كنشكركم بزاف على المتابعة، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، ودمتم في رعاية الله.